السكوت مش حل يا سيد ممدوح. أنا مش جاي أوجه لك أي تهمة على فكرة. في جهات تانية خالص هي اللي بتحقق في جرائم القتل. أمال أنا هنا ليه؟ يعني مش عارف. طيب علشان ما ضيعش في وقتي وقتك، أنا عايز أعرف كل حاجة عن الذهب اللي خبى فهم السيوفي بمعرفتك قبل ما يموت. واضح كده؟ واضح. كويس، خد نفس طويل وركز وفكر، عشان كل كلمة هتقولها هتبقى مسؤول عنها قدامي، ومش قدام أنا لوحدي، لا، أنا واللي ورايا. ممكن كوباية مية؟ آه طبعاً طبعاً، وشاي وقهوة ونعناع لو عايز. إحنا خدمة فندقية 5 نجوم. هبعت لك المية، وإنت في خلال الفترة دي ركز وفكر كويس قوي عشان تديني إجابة فاهمها. ماشي؟ ماشي كويس، هبعت لك المية.